رغبة الأهالي. توجهت كاميرا أخبار الصباح لزحلي وعادت بها التقرير لزميلتنا رويدة الصفدي. انا بحطهم هون لايك لك وين اني هو اشر ها ما بكبر من الشباك عاملين النظافه عم بلموا الوسخ وشو اسمه كثير عم بيوسخوا العالم على الطريق ما مش لازم نكبهم احلى ما يصيروا يطيروا يا من الشباك بنحافظ على النظافه حتى قنينة ازياز بيشبوا وبتنكسر على الطريق طب السيارات اللي عم تمروا بفختوا له الدوليبه بيبقى ماشي بيكون في حدا مثلا ماشي وراي او قدامي بلا بياكل الموزه بكب الاشياء على الطريق ضوي له وبطفي له بزمر له بقول له انا بعمل له هيك انه انتبه يعني مش هتحط كيس بالسياره العروس ما بيلبق لها الا النظافة والحلا، فكيف اذا كانت هالعروس هي منطقة كسارة بمدينة زحلي، عروسة البقاع، انما للاسف ظاهرة رمي الاوسيخ والنفايات اجتاحت اراضيها الخضراء وشوارعها، وبظل غياب القوانين البيئية بيبقى السؤال على مين توقع المسؤولية؟ مسؤولية كل بلدية تنظف كل منطقة خاصة فيها ساعدنا لعنا بلدتنا مش هيك لأنه البلدية بتنظف مثل ما هني مربيين بدي يعملوا هيك هلا فين إذا عملوا البلدية وعملوا قانون قوي إنه ما يكبوا في ممكن تحسن بس إذا هيك يعني ما حدا سألين ما حدا يعني رح يضلوا يكبوا ضلني لا وتبضلي بحط ما ياكلوا ويكبوا ياكلوا ويكبوا شيبس وكبيات بلاستيك وهيك هون القصة فلتاني لا في كونتينرات ولا في شيء اذا كانت بيسرقوها بالليل لا ما عم ننظف نحن ولو رئيس البلديه بيكون قاعد على الكرسي يعني ما مش فاضي للمواطن ولا شيء اكيد لازم يكون ترتيب ونظافه اهم شيء الجامعات اهم من العالم لانه هاي التعليم ادب اسمها الجامعه ادب هاني عندنا بلبنان ما في اداب احترام النظافة والحقوق العامة بحاجة إلى ثقافة بيئية والحفاظ على البيئة بيحتاج إلى مستوى من الالتزام والإرشادات والتوعية فهل مسموح أن يكون محيط الجامعة اللبنانية مشوه ببقايا النفايات؟ هلا ثقافة بيئية بعتقد صعبة بس بعتقد هو لازم يرجعوا على المدرسة من أول جديد هيدا بيرجع للجامعة يعني لازم يعطونا مثلا كورس أو شيء توعي مثل ما قالت أنه على البيئة هيدا الشيء بيرجع لنا نحن ما بنهتم بالبيئة نحن عم نلوثها 100% لتلاقي شخص نظيف ما في إنسان نظيف 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 من قلبه قبل ما يكون نظيف من برا شو منظر الخارجي ما كل إنسان بيلبس بشايف البلد كفو بقول وسخ بوسخ بعد في بيئة عندنا الإنسان اللي بيكب من السيارة لازم مثل ما بلاد برا يعني يعملوا له ضابط يحجزوه يعملوا أي مخالفة يحطوا مستوعبات يكتروا المستوعبات بالأماكن العامة كل مسافة أوقات بتلاقي بنفس المنطقة بآخر الحي لتلاقي مستوعبات حتى يروح الواحد يكبهم بقلل المروي بكبهم بالأرض محل ما هو موجود مسؤولية أول شيء البلدية شعب الطول بعدين طلابان حط الكرتوني هان بكبوها زبيلة المستوعبات اللي مش حدا بيستوعب الذوق والاحترام والأخلاق هي مواصفات لابد منها بحياة الناس وشوارعنا إلى قوانين أيضا فمسؤولية الحفاظ على هالقوانين ما بتقتصر على البلدية والدولة فكل واحد منا بيقدر يبدأ من نفسه بيجيبه مرق السيارة بفكر إنه ما تيجي بقلب المستوعب
اللي بكبها يا بتجي حد يا قبله يا بعض شان صحله بتجي بقلبه. ما فيش حدا عم بيقول له وينك ليه عم تعمل هيك، فتعودت العالم، واكيد هيدي بترجع لنفسيه الانسان. هو المفروض الواحد ما يكب لبرا لو شو ما صار. صراحه بنتقد العالم اللي هيك على طول، اللي بخليك اسمعي بالسياره بحط فيه الزباله، اذا معي زباله بس بوصل البيت بفضيه. والله النظافه من جوا مو من برا. لازم يتعلموا الاخلاق، لازم يروح يكبوا المستوعبات. شو بدي احكيك بالبيئه؟ ما لبنان كله هيك وتعوضنا هيك، والشعب كله هيك، يعني الشعب كمان تعوض. بس تكوني عايشه ببلد زباله بدك تكبي زباله. ضنا بالكلب حياته ما بيجلس، لازم يتعودوا غيرها، لازم يحسبوهم، كل واحد بكب يحسبوه. مسؤوليه البلديه ومسؤوليه المواطن قبل، يعني هو لازم اذا نحن بدنا نهتم مين بده يهتم؟